زين المرجل المرجلينا شامنا في الرجل وهي مزيانة صباحك سالي. يسعد صباحك زينب. صباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه وتحديدا صباحنا غير. ان شاء الله هالصباح بيحملكم كل الفرج والصبر والايمان انه ان شاء الله الامور راح تصير افضل ان شاء الله باذن الله. بصباحنا اليوم عندنا كثير من الفقرات اللي بتهمكم والاختصاصيين من عده مجالات، رح نحكي فيها عن كثير من المواضيع المهمه لكم بمجالات طبيه يمكن اجتماعيه وايضا ثقافيه، اضافه للاخبار والفعاليات من كافه المحافظات السوريه، لكن قبل ما نبدا برحلتنا الصباحيه بدي ارجع جدد التحيه على سالي. سالي كيفك اليوم مع هالبردات؟ بردانين انا وياك. بلش البرد زينب ولازم خلص بقى ما عاد نطلع. لازم بقى هيك كمان ندير بالنا على حالنا، واكيد مشاهدينا ديروا بالهم على حالهم من نزلات البرد اللي هلا بيكتر فيها الجريب. بدي صبح على جميع يلي انضم لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. دائما بالمقدمه بنقول ازمه وبتمر اكيد، والانفراجات قريبه اكيد. نخلي الامل هو مفتاحنا لكل يوم لنبدا نهارنا ب طاقة وبابتسامة دائما. بدنا ايضا نتمنى التوفيق لجميع الطلاب، طلاب الجامعات اللي عم يقدموا هلا امتحانات التعليم المفتوح بالجامعة، وللطلاب ايضا يلي خلصوا اكيد وهن على وجه تخرج لبنات هذا الوطن. مواضيع عديدة ومتنوعة بعد الفاصل. سالي وبداية جولتنا الصباحية مع أهم الأخبار المنوعة بتقرير زميلتنا هزار عبود. جولتنا المنوعة لليوم نبدأها من تلوث الهواء يلي أصبح يغلف الكثير من البقاع على سطح الكرة الأرضية، حيث اكتشف علماء جامعة هارفارد علاقة متينة بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية بما فيها مرض باركنسون والزهايمر وغيرها من أنواع الخرف المميتة.
الباحثون درسوا بيانات عدد من المرضى الذين رقدوا في المستشفيات بسبب الاضطرابات العصبية خلال السنوات 2006 ل 2017 وقارنوها بتقديرات تركيز دقائق بي ام 2 في الهواء الجوي في مناطق إقامتهم، واتضح أنه لكل 5 ميكروغرامات بي ام 2 في المتر المكعب الواحد يزداد احتمال الرقود في المستشفى بنسبة 13% بسبب مرض باركنسون ومرض الزهايمر وغيرها من أمراض الخرف. مكفيين بجولتنا المنوعة وتجربة مبتكرة قد تكون حل مناسب للتلوث، فقد تمكن المصري طارق سيف النصر من طرح تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية يتيح دراجات كهربائية أي سكوتر لتساعد على سهولة التنقل. احنا ابتدينا الكونسبت اللي هو رايد شيرينج عن طريق فيكلز كهرباء تتحرك بيها من مكان للتاني على مسافات قصيرة. الفيكلز اللي قررنا او الفيكل اللي قررنا نبتدي بيها هي الالكتريك سكوتر، لقينا ان هي سهل الحركه بتاعتها، سهل الناس كتير تستخدمها، بيروحوا بيها يعني اتس فن اتس انجويبل وانفايرمنتلي فريندلي. عملنا كونسبت موجود في اماكن كتير بره اللي هو اسمه السكان اند جو او الانلوك اند جو، بتمسك الموبايل ابلكيشن تسكان الكود تتحرك مشوارك من بوينت A لبوينت B وبعد ما تخلص تقفل السكوتر وتسيبه. وختام جولتنا من العراق، فبدلا من ألوان الأكريليك أو الماء اعتمد الفنان العراقي قاسم سليمان من مدينة البصرة على القهوة الفورية في إبداع لوحات فنية. اختاريت الرسم بالقهوة البودرة والسائل، إنه أخرج عن النمط أخرج عن النمطية وأخرج عن المألوف وعن النمط التقليدي. اليوم يعني أكثر الرسامين أو الفنانين على نفس النمط التقليدي، حاولت انه اخرج عن المألوف واظهر بصورة مختلفة للناس، انه يعني اجذب النظر من خلالها. زينب رح نروح للأحداث الكتيرة يلي بتشكل ضمن ذاكرتنا حكاية يوم. اليوم 26 تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1905 استقلال النرويج عن السويد، وفي عام 1945 ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورة من قبل الأعضاء 5 الدائمين في مجلس الأمن، وفي عام 2015 زلزال عنيف مركزه شرق أفغانستان وتأثرت به باكستان والهند، مقداره 7.5 درجات على مقياس ريختر. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1685 دومينيكو سكارلاتي موسيقي إيطالي، ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1957 نيكوس كازانزاكيس كاتب يوناني. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم. نهاركم سعيد.
تالي أولى محطاتنا الصباحية رح تكون مع الطفولة المبكرة، ولنسلط فيها الضوء على المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، أبرز الخطط والدورات وبرامج التعاون خلال فترة الإغلاق رح نتعرف عليها مع السيدة كفاح الحداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، وبدنا نقول اليوم ذكرى 26 مثل قلتي لي تحت الهواء افتتاح هالمركز اللي ابصر النور اكيد، وان شاء الله يا رب بالتوفيق والنجاح. بدايه خلينا نحكي على الدوره اللي اطلقتوها بشهر ايلول اونلاين واستمرت، احكي لنا عن هيدي الدوره وشغلاتك المميزه فيها. صباح الخير للجميع، كمان انا اسمحوا لي عايد سوريا من خلال المركز الاقليمي لتنميه الطفوله المبكره باحتضانها لهذا المركز منذ عام 26/10/2010 ولهلا، والحمد لله المركز بانطلاقه قويه رغم الظروف يلي مرت على البلد ومرت على المركز كمان نفس الشيء. وبهالمناسبه كمان مثل ما كان عندنا بال 2010 اعداد فريق مركزي للقيام بتنفيذ خطه المركز بكل انحاء سوريا، كمان نحن بخطه 2020 كان في عندنا تنسيق مع منظمات دوليه اليونيسف ومؤسسه الاغا خان لتاهيل وتدريب ورفع قدرات لمركز لفريق وطني تخصصي بالطفوله المبكره. هذا التدريب بدأ من 20/9 بدورة وبافتتاح رسمي من قبل السادة وزير التربية الدكتور دارم طباع والمسؤول أيضا عن مؤسسة الأغا خان محمد علي سيفو. نعم. فكان الافتتاح لهذا الفريق، فبدأت الدورات عبر فيس تو فيس مبدئيا بالأساسيات التي يجب أن نسعى دائما على رفعها وزيادتها وتنميتها لدى الفريق الوطني، وبدأنا فترة تقريبا شهر أونلاين، وبدأ البارحة بمتابعة هذا تنمية مهارات هذا الفريق. طبعا من المفروض أنه نحن فريق متدربين على جميع مستويات كل المحافظات، هن بالأساس مؤهلين لأنه يكونوا قادرين على حمل رسالة للطفولة في كل أنحاء سوريا. نعم، طب خلينا نحكي أكثر يعني عن المستهدفين بهي الدورات، المهارات اللي ممكن يكتسبوها. تمام، هلا المدربين في هذه الدورة هم مدربين اختصاصيين من المركز وبالتعاون مع مؤسسة الأغا خان، فبالتالي المهارات والفعاليات التي تقدم في هذه الورشة على هذا الفترة الطويلة كانت متنوعة متشعبة، تبدأ من خصائص النمائية للنهج الشمولي التكاملي التي يجب أن ننميها ونشجع على تطبيقها في مرحلة رياض الأطفال، إضافة لكيفية الاعتماد على استراتيجيات التعلم النشط بتقديم المعلومة للأطفال. المستهدفين في هذه الدورة هم اختصاصيين من الـ 14 محافظة، عندنا مدربين من كل محافظة على المستوى كل المحافظات السورية، هن مدربين بالأساس مثل ما قلت دربوا في فترات سابقة والآن نسعى لتدريبهم، هم سيقوموا بنقل هذه الرسالة وبنقل هذه الخبرات إلى المحافظات. يعني هذا الفريق الأساسي 28 مدرب سينتقلون أيضا إلى تدريب بالمحافظات حتى يتوسع الفريق ويغطوا كل المساحة السورية. نعم. طبعا دورات أكيد نوعية عم تقوموا فيها بسوريا، لأي مدى بتحسوا أنه نحن فينا نوصلها لجميع المحافظات السورية؟ تمام، هلا المركز عادة يبدأ بتحضير خطة سنوية منذ آخر شهر تشرين الثاني، الآن مقبلين إلى تحضير خطة 2021. خطة 2020 تم تحضيرها من تشرين الثاني في العام الماضي، هذه الخطة تتضمن مشاريع وبرامج متعددة لا يستطيع الفريق المركزي القيام بتنفيذها، فبالتالي هناك مشاريع وبرامج عديدة يقوم بنقلها إلى جميع المحافظات الفريق المدرب. لدينا
لدينا فريق في الأساس فريق مركزي فرعي في المحافظات، هم يقومون بتنفيذ هذه المشاريع، وخاصة بظل جائحة كورونا كان لدينا خطة استجابة سريعة. نحن كمقدمي رعاية للطفولة وكممثلين للطفولة في سوريا على مستوى الإقليمي نسعى دائما لكون سباقين بتقديم أي عمل يخدم الطفولة. لذلك خطة الاستجابة تم إعدادها من بداية شهر نيسان وبدأنا بتنفيذها هنا في دمشق وريف دمشق والقنيطرة على مستوى الفرق المركزي في المحافظات، إضافة إلى تنفيذها في جميع المحافظات من قبل الاختصاصيين الذين يتبعون إداريا للتربيات في المحافظات وبشكل جزئي للمركز الإقليمي. نعم، طب خلينا هيك نسلط الضوء شوي كمان على الأنشطة اللي أنتوا عم تقوموا فيها، المميزين فيها عندكم بالمركز. حقيقة المركز عم يقوم بمشاريع متنوعة وكثيرة، كانت هي من ضمن خطة 2020 إضافة إلى الخطة الاستجابة. يعني نحن بداية العام قبل جائحة كورونا كنا قد بدأنا بتعديل معايير مناهج رياض الأطفال، المعايير كانت من 2006 ونحن كمهتمين للطفولة إجباري نحن بدنا نراعي المستجدات، فبالتالي يجب أن تكون هناك تطوير لهذه المعايير. بدأنا وأصبحنا الآن في قيد الإنجاز الأخير والطباعة، هذا عمل سيتم من خلاله أيضا تعديل لمناهج رياض الأطفال التي بدأت بال 2016، الآن أيضا بدأنا بتحضير المسودة لمناهج رياض الأطفال. إضافة إلى ذلك مناهج اللغة الإنجليزية لأول مرة في سوريا، المركز الإقليمي عن طريق فريق وطني يقوم بإعداد وتأليف مناهج للغة الإنجليزية أيضا سيتم تعميمها، الآن نحن في المراحل الأخيرة. بدأ أيضا بشهر شباط واستمرنا حتى في ظل جائحة كورونا تم المتابعة أونلاين، وعدنا بشهر 7 للعمل بشكل مباشر، وأيضا نحن في النهايات لهذا المنهاج. إضافة إلى ذلك نحن نساهم مع جميع الجهات التي تعمل في الطفولة، مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بإطلاق استراتيجية الطفولة المبكرة، وأيضا أصبحت بمتناول الجهات المعنية لإطلاقها. هناك كثير من المشاريع في ظل جائحة كورونا وبدء تعطيل الرياض، أيضا بدأنا بخطة بتحويل المنهاج إلى منهاج إلكتروني ليصبح بمتناول جميع المعنيين، سواء ربة المنزل في البيت، سواء مقدمي الرعاية، سواء خريجين رياض الأطفال. نعم. ومن يعمل في رياض الأطفال. ففي الحقيقة مناهج أو برامج المركز إذا بدنا نفرض لها حديث فبدي يكون مطول، بدي يكون عم مستوى حلقة كاملة، لأنه كل برنامج عم نشتغل عليه عم بيكون مع اختصاصيين، مع ذوي خبرة، مع منظمات سواء أهلية سواء دولية. وإن شاء الله البرامج يعني هلأ نحن بشهر 11 و12 بنكون بتتويج لكل برنامج بدينا فيه من بداية السنة. نعم، يمكن الجهد واضح أكيد والمجهود اللي عم بتقوموا فيه بالتشبيك مع جميع المعنيين بنجاح أي منحة تعليمية أو تمام. أي مسيرة تعليمية نحن من قوم فيها دائما ضمن وضع خطط جديدة. نحن بندرس الخطط السابقة التي وضعناها ومنركز على أشياء ما قدرنا نحن ننجزها في صحيح. السنين السابقة صحيح. وممكن أن تنجز في السنين القادمة. دائما نحن أملنا بالقادم اللي هو الأجمل. يمكن مر علينا ظروف ككورونا وغيرها، ولكن في شغلات نحن يمكن يعني ما حطينا عليها هيك تحت خط مثل ما بيقولوا، هلا رح نسويها ان شاء الله. هلا دائما يعني منذ بدء جائحة كورونا وبشكل كبير في سوريا اصبح لدينا اعتقاد أساسي بأن ما قبل الكورونا لن يكون تماما بعد الكورونا. بالتالي كل المشاريع التي بدأنا بوضعها وبدأنا بتنفيذها بدأت تأخذ منحى آخر، أولا للتواصل المباشر مع الطفل، لتهيئة القائمين على العمل كمقدمي رعاية. يعني مثل ما حضرتك ذكرتي أنه في برامج كتير كنا حضرينا لندرب عليها لحتى تكون بشكل متواصل مع الأطفال، بصراحة هي بفترة الإغلاق بنيسان وأيار ما تم. فهذا الموضوع كان كتير من اللي بيعز علينا أنه هو كان مفروض يكون مع الأطفال، وكتير كانت حتكون أنشطة وعلى مستوى سوريا. فهي من الأنشطة اللي هلأ نحن بدأنا
بتعديل آلية التطبيق إن شاء الله لحتى تكون ضمن 2021 بطريقة جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، وإن شاء الله تكون الظروف منيحة لنقدر نطبقها، اللي هي المكتبة المتنقلة لكل الرياض، اللي هي الفعاليات خاصة مشروع تشجيع القراءة. هذا من المشاريع بدأنا فيه بالمركز، كتير مهم، كان المفروض نحن بنيسان وأيار يكون له كتير أنشطة متوزعة على كل محافظات. هلأ رح نبدأ فيه إن شاء الله من الفصل الأول، يعني بالقسم الأول من العام 2021. هي من المشاريع اللي تم تأجيلها، إضافة إلى تتويج أعمالنا. الاحتفاليات حتكون إطلاق رسمي كونه مركز إقليمي، ويتم رفع تقارير سنوية لمنظمة اليونسكو، لأنه نحن من الجهات اللي تشرف عليها منظمة اليونسكو، فبالتالي نحن سيكون هناك إطلاق رسمي. عادة نحن بنعمله بشهر 10 و11، هلأ مو كل الأمور وزيحت إذا فينا نقول للأشهر الأخيرة، فبعض الأمور رح يتم تتويج إطلاقه اللي بيكون انتهت إن شاء الله بشهر كانون الثاني وشباط. نعم نعم، يعني جهد كبير عم بتقوموا فيه، وخاصة مع هيك الأطفال وحتى المشرفين. خلينا نقول بتحبي توجهي أي كلمة للأهالي، للمشرفين اللي معكم بالمركز، للأطفال؟ بداية أنا بدي أتمنى الخير والنجاح والاستمرار بتقديم كل ما هو جديد من الفريق اللي هلأ إن شاء الله بثلاثين عشرة بيكون خلص، ولازم يحمل الرسالة لكل المحافظات وكل طفل سوري حيث يتواجد هو من اهتمامنا. إضافة لذلك بحب نوه لشغلة، كتير إجا تعليقات، وهي فرصة كتير أنا بشكركم عليها أعطيتونا لنرد، بأنه كتير في عتب من خريجين رياض الأطفال، من اللي عم يدرسوا رياض الأطفال، بأنه هاي الدورات المفروض تكون مستهدفين هن فيها. أنا بقول لهم المركز الإقليمي الطفولي هو لكل من يعنى بالطفولة، لكن هاي الدورة هي عبارة عن دورة مركزية لتأهيل فريق تدريبي على كل مستوى سوريا، وهن إن شاء الله هدول الفريق المتخرجين من التدريب رح يحملوا الرسالة ورح يكونوا قادرين يستهدفوا كل من له رغبة بالتعامل مع الأطفال. وأنا بحيي كل أطفال سوريا وبتمنى لهم الخير والأمن والأمان إن شاء الله بكل الأيام والسنين القادمة. نحن بدورنا ايضا بدنا نشكرك مدام، بدنا نشكر الجهود المقامه ايضا والجهود المتكافله والمتضافره لبناء خلينا نقول فكر وتعليم عم نرتقي فيه نحن للغد. شكرا كثير لوجودك معنا، كل عام والمركز بألف خير. وانتو بألف خير، كل عام وسوريا اللي قدمت كتير لحتى احتضنت هيك المركز، كل عام والجميع بألف خير. شكراً لوجودك معنا وموفقين إن شاء الله. تسلم، شكراً. أما هلأ سالي نروح لحلب ومعرض للفن التشكيلي الخاص بالفتيات مع زميلنا أنس رمضان. لأن الفن مرآة الروح ولأن الإبداع ليس جديدا على السوريين، افتتح معرض لقاء في المكان في صالة الخنجي في حلب، جاء استكمالا لمرحلة الدراسة الجامعية. حمل معه مشاركات الفنانات من مختلف المدارس كالتجريدية والكلاسيكية والواقعية والتعبيرية وسط إقبال كبير. أكيد أكيد كتير مهم، يعني اليوم إذا نحن ما دعمنا الشباب شلون بده يجيبوا نتيجة؟ كتير حلو كتير حلو وشي جديد، وانا بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي. كانت اول تجربه لي من مشاريع تخرجي، صار لي شهر متخرجه تقريبا، هدول مشاريع تخرجي. حبيت هيك يعني اخذ راي الناس بشغلي، كانت اول تجربه لي حتى باسلوبي. مدرسه التجريديه التعبيريه استخدمت اكثر من اسلوب هون بلوحاتي، جبصين، استخدمت كمان الألوان، ترابات، أكريليك. بالنسبة لنا أول مرة بتصير طلاب تخرجوا فوراً بيعملوا معرض، يعني بالنسبة لنا أنه خريجين جدد ولسه ما عملنا أعمال أكثر من هيك. شاركت اليوم بلوحات من جزء من مشروع التخرج، وجزء الثاني كان أعمال سابقة. تنوع أعمالي كان بين مدرسة تعبيرية تجريدية ومدرسة واقعية. مشاركتي في المعرض كانت عبارة عن 8 لوحات أساسية لي، حاولت أعبر فيها عن الشيء اللي حاولت أنا أثبته خلال وجودي في هاي الكلية. طريق جديد من الحياة العملية بدأ بمعرض فني مميز عكس الإبداع السوري، طريق يثبت أن السوريين عشاق الحياة، ومهما صعبت ظروف الحياة يبقى الفن من أسمى الرسائل التي تصل للعالم أجمع. لا
رح نروح لعالم الطفولة زينب أكيد، ونتعرف على مشاكل أو الفرق بين مشاكل النطق ومشاكل التخاطب، ومتى يحتاج الطفل لجلسة نطق ومتى يحتاج لجلسة تواصل لفظي. أكيد غير هاي الأمور وغيرها من الأمور رح نتعرف عليها مع ميسم الحصرية، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما ميسم عم نحكي معك عن مشاكل كتير شائعة هلأ بمجتمعنا، أهمها مشكلة النطق. يعني عم لاقي أولاد كتير بأعمار صارت فوق 2 و3 سنين ما عندهم مشاكل بالنطق. صحيح. وتشتت الانتباه، فرط النشاط، وكتير من القصص. خلينا نبدأ أول شيء بمشاكل النطق. كتير نحن بيكون متوارد حاليا انه انا بدي جلسات نطق لابني. هلا كتير في فرق، وكتير مهم نعرف الفرق، انه نحن في شيء اسمه نطق، في شيء اسمه تخاطب. لما بتكون المشكله متعلقه بالتواصل، لما بتكون المشكله مثل ما تفضلتي متعلقه بفرط النشاط، بنقص الانتباه، بالتركيز الى اخره، ممكن نلجا لجلسات اسمها جلسات تواصل لفظي. اما لما بتكون المشكله هي مشكله عضويه مثل تاخر اللهات، تقدم الفك، ضيق اللهات العام، ترجح الحبال الصوتيه، هون بصير بدنا شغل مختلف اللي هو شغل عضوي او شغل فيزيائي اللي هي اسمها تحديدا جلسات النطق. فنحن كتير في فرق لما بنكون عم نشتغل بشيء فيزيائي او شيء تدريبي او تاهيلي او تاهيل سمعي كلامي بدون وسيط، بنكون نحن عم نشتغل تواصل. فمشاكل النطق مثل ما ذكرتي حضرتك كتير صاير فيها التباس، يعني اي حدا ابنه مثلا ما بيحكي، تاخر بالحكي، اي اهل مثلا بيحسوا انه ابنهم عنده مشكله بالتأتأة، اللجلجه، التلعثم، بيجي بيقول لك انه ابني عنده مشكله نطق. من خلالكم انا كنت بس حابه ضوي عن هي الفكره، انه كتير في فرق بين انه ابني بحاجه جلسه نطق او ابني بحاجه جلسه تخاطب. كتير في فرق. النطق معناتها نحن بدنا ندخل وسيط فيزيائي، او بده يكون في تدخل لوسيط لتصير عمليه العلاج. اما لما بنكون عم نشتغل على جلسه التواصل اللي هي لنقص التركيز والانتباه، التوحد الى اخره، فنحن بنكون عم نشتغل جلسات تواصل لفظي اللي هي بتحتاج تدريب وتاهيل فقط. نعم. يمكن هذا الموضوع خلينا نقول الاهل احيانا بيصير عندهم لغط فيه، لانه ما كل الاهل عندهم خبرة أو بيعرفوا ابنهم شو اللي صاير معه، فهذا الشيء يمكن اختصاصكم أنتوا توضحوا لهم أنه هو لا، هو مو نطق، هو بده جلسة خلينا نقول تخاطب أو لفظ. نعم. قديش مهم أيضا نحن نهيئ الأهل ونفهم الأهل هذا الشيء ونبلش مع الطفل شو بده شوي شوي. تماما، هو طبعا كتير كتير مهم. نحن على طول بنلجأ سواء بمركز ملائكة الجنة بدمشق أو بمركز بيسان بالقامشلي بتعدد أو بتفرعاته، على طول بنركز على ورشات توعية بهذا الموضوع. إنه أنا وقت اللي بتجي لعندي كأم وبتقولي لي إنه أنا ابني عم بيعاني من مشكلة نطق وبتطلبي مني جلسات، فما فيني أنا أعمل هاي الجلسات بشكل عشوائي. كتير بدها تكون الجلسات مدروسة، يعني بمجرد بيكون طفل عم يتعالج أو عم بيروح على مركز أو حتى عم بيروح لعند اختصاصي، منلاحظ إنه الأهل كتير بيركزوا على نقطة إنه أنا ابني بدي إياه ياخد أكبر عدد من الجلسات. هذا أكبر عدد من الجلسات ممكن هو يرجع له بشكل سلبي. صحيح. يعني انا مثلا ابني حسيت انه هلا لازم ياخذ عدد جلسات كبير، هذا الشيء بيتحدد بناء على مقاييس معينه. هي المقاييس بتقلنا انه هلا فينا نبلش معه جلسات. لانه لما يكون الطفل بحاله التهيئه ويجي بده يحكي ونحن نحاول انه نعطيه اكبر من استطاعته، رح يحس بالفشل، رح يحس هون انه هو ما عاد عنده هي الاستطاعة، فممكن انه يرجع، او يمكن وقت يحس بالفشل يحس انه انا وقفت هون، ما عاد فيني، ما عاد يعني يصير عنا صعوبة بانه نحن نرجع نخليه يحاول. نفس الشيء الجلسات القليلة، يعني لما بيكون مثلا كخطة علاج الطفل عنده 13 جلسة هذا الشهر وانا عطيته منهم 3 جلسات، معناته انا عم وقف بطريق معين، انه انا مثلا لازم حفز عنده مصادر الطاقه، انا لازم اشتغل معه على تواصل صح، انا لازم اشتغل معه بوضع اجتماعي معين، بلعبه معينه، معناتها انا قللت.
فمثل ما ذكرتي ومثل ما ضويتي مشكورة طبعا، كتير بدها تكون مدروسة القصة. جلسات النطق مانا عشوائية، ما بتنحط بشكل عشوائي، كتير بدها تفهم من الأهل. يعني لما يجي أخصائي ويقول للأم إنه أنا بتمنى يكونوا مثلا 10 جلسات هذا الشهر، تأكدي تماما إنه هو ما عم بيقول لك هيك لأنه هو منتقص من حالة طفلك، لا، بس لأنه هو شايف هي الاستطاعة اللي عنده، ما بده يضغط عليه أكثر من هيك. طيب خلينا بما أنه فتنا بأنه حرقة قلب الأم، وخاصة كتير يعني عم نشوف هاي المشاكل شائعة كتير بالمجتمع عم نسمع عنها، يعني الأم بتكون محروقة بس بدأ ابنها يحكي أو بدأ ابنها يتواصل أو يخاطبه أو يكون صح. ما عنده مشاكل مثلا، مع أنه في يعني هي المشكلة إلى أبعاد تانية، إلى مشاكل أنتوا بتحددوها. الخطة العلاجية اللي بتحطوها أنتوا على أي أساس؟ هل هي فعلا نافذة خلينا نقول مع الطفل؟ عم تلاقي صدى عند الأهل؟ كيف عم يتم التعامل حتى تنسقوا هاي؟ وفي يعني أمل بأنه الطفل يرجع يتواصل يتخاطب بيحكي الجمل اللي لازم كان يحكيها؟ تماما. هلا خلينا نكون نحن عم نحكي بشكل شامل. المقاييس هي مقاييس محدده ومعروفه تماما. بيتم اول شيء التشخيص الجهاز الكلامي اللي هي الرئه، اللي هن مثلا الاحبال الصوتيه، اللهات، الفم، اللسان، الاسنان، الانف. نحن بنعمل هذا الفحص الكامل للجهاز الكلامي. اذا ما كان عندنا مشكله بالجهاز الكلامي معناتها نحن بدنا ننتقل للمقاييس التربويه او المقاييس النفسيه اللي بنشتغلها عند الطفل. نعم. طبعا مو بس الاطفال اللي بيعانوا، يعني نحن مثلا السنه الماضيه او يمكن بالاشهر الماضيه كان عندنا علاج لشاب عمره 27 سنه، حاليا هو استاذ انجليزي، بوجه له تحية اكيد. يعني المشاكل ما عم بتكون فقط عند اطفال، عم بتكون احيانا عند كبار، اللي هي مثلا مثل مشكلة التأتأة الشائعة او التلعثوم، او احيانا بيكون نحن بنقلها نقص مصادر الطاقة اللي هو ما بيكون بيقدر يحكي. فهو تقريبا عم نقول انه عم بيوقف مستقبله عند مكان معين. فلما نحن نشتغل هذا الشغل معه بيكون المقياس صح، بنكون قادرين انه نحط خطة علاج صح. كتير بيجوا بيقولوا لي انه حطي لي توقيت لخطة العلاج، يعني انا ابني بده ياخذ كم جلسة، انا ابني بده ياخذ مثلا أو كم شهر بيصير طبيعي. تمام. هذا الشيء تماما مثل ما ذكرتي حضرتك، اللي انا ما فيني بكل الاوقات حدده لانه انا ما رح اعرف الاستجابة كيف رح تكون. ممكن انتقل من مرحلة لمرحلة كتير بسرعة وممكن نطول شوي. صحيح. فلما بنكون عم نشتغل على أسس نفسية أو بنكون عم نشتغل على جلسات فيزيائية كتير بيكون الوقت هو مو بإيدنا، لأن احنا عم نشتغل على جهاز بيولوجي، عم نشتغل على جهاز فيزيولوجي، أحيانا عم بيكون مدمج، أحيانا عم بيكون نحن عم نشتغل بتأخر اللهات. فالطفل كونه اعتاد، أو الشاب أو الشخص كونه اعتاد على أنه هو ياخذ الهواء من تمه، فبيكون بدنا عملية تدريب لنعلمه انه انت لازم تاخذ الهواء من انفك. فمنلاحظ انه كتير منشتغل على هذا الاساس والوقت ما بيكون محسوب، ولكن الخطة بتكون مدروسة من جهة بنودة. يعني انا بدي اشتغل اول شيء على تقوية مصادر الطاقة، بعدين بدي انتقل للعلاج الفيزيائي، بعدين ممكن حط جلسات تأهله لنطق احرف معينة دون اخرى، اجل احرف على حساب احرف، هيك بتكون الخطة موضوعة. اما كتوقيت يعني بتكون نوعا ما صعبة القصة، كونه عم تشتغل على شيء نوعا ما حساس بده وقته، بدنا نعطيه كل شغلة وقته حتى ما ناخذ من شيء ثاني. نعم صحيح. لازم يكون ايضا في تنسيق بين الاهل وبين الكادر اللي هو عم يأهل، وخاصه في اهالي بيجوا بيقولوا لك انه ابني بده 10 جلسات، يعني هم بقرروا مثل انه ابني لازم ياخذ دواء الفلاني. قديش مهم ايضا انه لا، في شيء اسمه مراحل بنمر نحن فيها، وهالمراحل بدها تاخذ حقها وحدها. قديش كمان مهم انه تكون المراحل ايضا مطلع عليها، مطلع عليها الام الاب ان وجد، يعني وما يفرضوا هن شيء. يمكن هن يمكن بيعرفوا ابنهم ولكن الحالة ما بيعرفوا شخصه ولا الطفل. نحن لجأنا بالنسبة لهذا الموضوع لشيء اسمه جلسات فردية تكون بين الطفل والأم والمدربة. ممتاز. تكون كل يوم سبت، انه نحن كل ما حطينا خطة جديدة للطفل بندعي والدة الطفل او والد الطفل او المشرف على علاج الطفل بالبيت انه هو يجي يتابع هي الجلسة معنا. هذا الشيء كتير بيساعدنا إلنا كاختصاصيين، لانه الام بتصير بتساعدنا بالبيت، بتعرف انه في نقط حمراء لازم نوقف عندها، بتعرف انه انا لازم استجيب
طفلي بهذا المكان، بتعرف انه انا بمكان او باخر لازم اذا طفلي استخدم معي لغة الاشارة اني انا انتبه من هاي القصة، ما استجيب عطول للغة الاشارة. فعطول عم نشتغل على انه نحن كل يوم سبت تحضر الام البرنامج العلاجي لابنها تماماً. حتى تكون هي قادرة انه تساعدنا بهذا الموضوع. نصائح أخيرة بتحب توجهيها لكل مين عم يسمعنا وعنده أولاد هلا وخايف من بعض المشاكل كمان؟ أول شيء خليني أنا أوجه من هون دعوة من مركز ملائكة الجنة بجرمانة. نحن عم نستقبل كل أنواع التشخيص، النطق، التخاطب، التوحد، صعوبات التعلم بشكل مجاني تماما. عم بيكون في عنا أيضا جلسات مجانية للحالات اللي نحن بنقدر نغطيها. نعم. بنصح أي أب، أي أم، أي حدا موجود بالمجتمع، ما في مشكلة بالنطاق النفسي والاجتماعي ما في له حل، كل المشاكل في إلى حلول. نعم. أوعى يعني نخجل من مشكلة طفلنا لأنه بنكون نحن اللي عم نفاقم المشكلة. خلينا نكون شوي آخذينا بشكل طبيعي، كلنا عنا مشاكل. نعم. وفي خوف زيادة كمان ميسا مخصصة عند الأهل من أنه ابنه مثلا والمجتمع ما حكى ابنك هاي الجملة، في جمل معينة لازم يحكيها تأخر صحيح. بالحكي ظروف الكورونا يمكن عم يقعدوا بالبيت الأولاد مثلا قعدوا فترة ما طلعوا ما تواصلوا مع المجتمع الخارجي، فهذا كله أثر، فهذا خوف يعني كمان على الأهل. بتوقع قديش هو أثر علينا نحن أول ما طلعنا بعد فترة معينة من الحجر، طلعنا أنه عن جد صرنا نحس بقيمة الشجر، بقيمة الشارع، بقيمة الأشخاص اللي بتمشي. فنفس الشيء الطفل، فنحن بدنا نشتغل على هذا الأساس، يعني بدنا نشتغل إنه أي شيء جديد بحياة طفلك أنت هو من حقه إنه ما يعرفه، أنت من حقك إنه تشرح له، لأنه البيئة سابقا وخاصة الاجتماعية مختلفة عن البيئة حاليا. أنا كتير بتذكر نحن وصغار نلعب مع أولاد الجيران، مع أولاد عمتنا، أولاد خالتنا، عطول في تخالط. هلأ شوي البيوت صارت اسمنت أكتر، صغيرة أكتر، يمكن أكتر شيء فينا نتعرف فيه على البيئة الخارجية فيها هي الشاشة، تلفزيون، موبايل. فنحن شوي هيك انغلقنا، ابتعدنا أو انغلقنا تماما عن المحيط الطبيعي أو البيئة الطبيعية اللي نحن كتير بحاجتها لنتعلم كل شيء. يمكن ذكرتي ميسا ونوهتي انه في دورات مجانيه، يعني لا حدا يتردد بانه يجيب طفله. وفي كثير احيانا مشكله نحن بنعاني منها بمجتمعنا، خلينا نقولها معلش بكل شفافيه، هي الخجل يلي بيصيب الاهالي انه انا ابني ما فيه شيء. لا، كلنا فينا شيء احيانا وبنعاني من شغلات، يعني يا ريت في شويه جرأه لطرح اي مشكله نفسيه، وما حدا ما بيعاني من ازمات حتى نفسيه سواء كان طفل ولا كبير، هذا الموضوع عادي. قد ايه مهم يكون في جرأة عند الأم انه تصطحب ابنها وتشوف شو مشكلته، يعني اذا شافت شو مشكلته لقيت الحل احسن ما يضل مخبى بإطار المشكلة. تماما، فيني اعتبر انه اول خطوة للعلاج للمشكلة شو من كان نوع المشكلة هي انه نحن نعترف بمشكلتنا او بمشكلة ابننا. صحيح. انا بقول انه حتى الطفل الطبيعي بيقولوا لي قديش ممكن طفل التوحد، صعوبات التعلم، نقص صح. الاكتساب، النطق والتخاطب، لاي درجه ممكن يكون طبيعي؟ بقول لهم لدرجه 90%، لانه حتى الطفل الطبيعي ما عم يقدر يوصل لها بالوقت الحالي. نحن انحرمنا مثل ما ذكرتي من بيئه طبيعيه، نحن انحرمنا من كل شيء بهذا التوقيت. 100%. كثير طبيعي انه كلنا عندنا مشاكل. أنا مثلا أنا بكل وضوح بقول أنا بنتي عندها مشكلة، حتى وقت بروح على مدرستها أنا بنتي عندها مشكلة وعم نعالج هاي المشكلة، مو غلط أنا ابني كان يعاني من مشكلة وحاليا هو بالمدرسة. نحن هذا الجيل بغض النظر عن المشاكل أو فينا نقول الحرمان الاجتماعي أو البيئي اللي صار عنا، صار في عنا شيء بيولوجي اللي هي الشيء المتعلق بالجو، يعني فينا نقول بالبيئة الحاضنة للرحم مثلا أو للحمل، إنه نحن في عنا مشكلة أساسية نحن عم نتعرض لها. فمو عيب إنه يطلع عنا مشكلة بابننا، أو ما عيب إنه ابننا يكون عم بيعاني من وضع نفسي معين. بالعكس، أنا هذا الشيء كتير بكون فخورة فيه لأني أنا قادرة إني ضوي على هاي المشكلة عند ابني وعالجها.
رح اخجل بالايام اذا كان ابني شاب كبير وما قدرت اعالجه وما قدرت اعمل له شيء، رح كون انا حدا كثير معطاء وام كثير عم تشتغل صح اذا كنت انا ضويت على المشكله وعالجتها. وعالجتيها صحيح. ميسام، يعني كثير من النصائح والمعلومات الهامه والتوعويه اعطيتينا اياها لليوم، نحن بنتشكرك اكيد وبنتمنى السلامه هيك ومستقبل احسن وايام احسن لكل الاولاد يا رب. شكرا لوجودك اكيد معنا. شكرا كثير لكم، وانتم على طول بتضوا على مواضيع بتفيد الكل اكيد. شكرا كثير، هذا واجب علينا، وشكرا كثير لك، وان شاء الله يا رب نشوفكم هيك بدورات اخرى وبمواضيع ثانيه. شكرا شكرا. اما هلا سالي بنروح على السلاميه ومعرض لاعاده تدوير توالف البيئه بعنوان كل مراية لها حكايه، متابعة التفاصيل. افتتح في قاعة المركز الثقافي العربي بمدينة السلمية معرضا لإعادة تدوير توالف البيئة كل مراية إلها حكاية. كل مرآة روت حكايات الإبداع والعطاء والتغلب على الصعاب، وأن المنتجات الموجودة في المعرض هي من صناعة أطفال صغار. اليوم معرضنا بالمركز الثقافي العربي في السلمية هو من توالف البيئة لأطفال بتتراوح أعمارهم بين 6 سنين و12 سنة، يعني شغلات ما بعرف أنا شايفتها جميلة جدا من توالف البيئة، مو مخلين أي شيء. أخذين أول شيء المرايا هي أكثر شيء بأعمالي. حبينا نوصل رسالة لكل العالم أنه نحن كسوريين عايشين حتى من توالف البيئة قادرين نعمل شيء، قادرين نعمل شيء نستفاد منه. من أطفالنا مثل ما أنك شايف أطفالنا هن عم يشتغلوا وعم يعملوا شيء حلو من توالف البيئة. هذه الرسالة اللي نحب نوجهها للعالم أنه نحن رح نعيش وعايشين ورح نضل نعيش. هي ورشة عمل للأطفال يتعلموا تدوير توالف البيئة ويعملوا لها إعادة تصنيع مواد بيستخدموها من الطبيعة، من البحر، من الجبل، من العيدان، الآيس كريم، وين هو بمعرض يفرحوا فيه ومنه يتعلموا شغلات يستفيدوا منها بالأيام، ومشروع لقلهم ناجح. وتضمن المعرض أعمالا بإمكانيات رائعة وقدرات خاصة بلمسات فنية وإتقان في العمل بألوان جذابة ودلالات مدهشة، استثمروا موهبتهم وقدموا عطاءاتهم الفريدة ورغبتهم العارمة بتحقيق الأمل والنجاح. يعني دائما مثل ما بيقولوا الابتسامة أو الضحكة الحلوة هي طريق عبور لقلوب الناس من أولى الأشياء يلي بيلاحظها الناس، يعني هي مثل ما بيقولوا الواجهة أو المراية، وعلامة للصحة الجيدة ومنح الشعور بالثقة التي تحتاجها. فكيف ممكن نعالج مشكلات الأسنان اللي هي واجهة الشخص؟ كيف ممكن نبيض أسناننا بشكل طبيعي نحصل على ابتسامة أكثر إشراقاً؟ أكيد بصرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة هزار نشاوي، اختصاصية طب أسنان تجميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأنا أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة هزار. يعني الابتسامة هي مثل ما بيقولوا جواز سفر لا كثير من القصص بالحياة المجتمعية، فخلينا أول شيء نعرف سر الحصول على ابتسامة أكثر إشراقا. تمام، يسعد صباحكم. مثل ما بنعرف إنه الابتسامة هي بصمة الشخص بالمجتمع، كل ما كانت الابتسامة جميلة أكثر كل ما كان الشخص بيقدر يتواصل مع المحيط. صحيح. تمام، ويؤدي وظائف عديدة. فبالوقت الحاضر كثير برزت مشكلة يعني مشكلة تجميل الأسنان بأنواعها العديدة، يعني نحن فينا عنا خيارات عديدة لتجميل الأسنان ابتداء بالتبييض لتلبيس الأسنان اللي بنسميها التركيبات، فصار عنا خيارات عديدة نحن بنقدر من خلالها نحصل على ابتسامة نجمل الابتسامة. نعم، نحن حنحكي هلأ على موضوع كتير هلأ بتسألوا عنه الصبايا والشباب حتى، هو تبييض الأسنان. يعني بيجوا بدهم يبيضوا سواء كان تبييض ليزري أو هلأ مثل ما عم نشوف دارج كثير التبييض المنزلي اللي هو عبر قوالب عبر توبات، يمكن حضرتكم انتم كاطباء بتنصحوا فيها بحسب الحاله، ولكن في حالات للاسنان بيكونوا بيض اسنانه للشخص ولكن معلش بده يبيض اكثر. خلينا نحكي عنها.
ابتسم. تمام. هلا التبييض هو من اكثر الاجراءات التجميليه شيوعا، بيتخصص بانه بيقدر يزيل طبقه التصبغات الخارجيه موجوده على سطوح الاسنان، طبقه البلاك وكل شيء بقى عندي داكنه خلال فتره قصيره. وطبعا بنركز فيها انه ما يكون في عندي اي اذى للثه او اي اذى لنسج الرخوه. تمام. نعم. فبينقسم التبييض مثل ما حضرتك حكيتي بتبييض ليزري ومنزلي، وفي عندي خيار ثالث اللي هو بنقدر نجيبه من الصيدليات ولصاقات التبييض. هلا ابتداء بالتبييض الليزري، هو عباره عن اجراء بيتم جلسه او جلستين، كل جلسه بتستغرق مده ساعه. نحن بنقدر نطبق فيها الماده المبيضه بعد ما نعزل اللثه والنسج الرخوه مشان ما ناذيها، بنطبق ماده التبييض اللي هي جيل هلاميه لمده ساعه، وبعدين بنحصل على نسبه تبييض منيحه بالاسنان نسبه 40%. على كل الاسنان؟ في اسنان بتزبط عليها التبييض بالليزر؟ طبعا نحن لازم نركز بالدرجة الأولى إنه ما نطبق التبييض لحتى نعالج الأسنان، يعني إذا عندي أنا مشكلة تسوس أو نخور بالأسنان أنا ما فيني طبق التبييض مباشرة، بنعالج النخور. إذا كان اللثة فيها مشاكل، اللثة متراجعة، انكشاف بجذور الأسنان، بالبداية لازم عالج كل هدول المشاكل بعدين انتقل للتبييض. لأنه طبعا بيسبب أذى وضرر يعني أكيد. طيب التبييض المنزلي كمان كتير هلأ لأنه أسعاره كمان، خلينا نحكي عن الأسعار، صارت يعني الاسنان بتكلف مبالغ باهظه، فالناس بتدور على الحلول الانسب اللي بتناسبها. التبييض المنزلي صار في له مواد تجاريه، بيقولوا لك في من البلد كذا والبلد كذا، في النوع الاول النوع الثاني النوع الثالث. تمام. كل نوع له يعني سعر معين. كمان خلينا نحكي عن التبييض المنزلي، في حالات عم تتاذى اللثه، عم القوالب عم تكتر فيها سائل، عم تتاذى اللثه، وفي حالات ما عم تستفيد، في حالات عم تستفيد. كمان خلينا نحكي عنه بالتفصيل. تمام. هلا بغض النظر عن انواع التجاريه، نحن ما فينا نطبق اي ماده تبييض منزلي حتى نكون دارسينها لفتره زمنيه معينه. يعني نحن بجامعه دمشق كليه طب الاسنان وبقسم الدراسات العليا قضينا يعني فتره كذا سنه عم نطبق مواد معينه بتركيز معين، فنحن ما فينا يعني نلحق اللون النوع التجاري لحتى اول نختبر نعمل تيست للماده على كذا حاله على كذا مريض، بنشوف هل ممكن تسبب حساسيه بالاسنان على مدى 15 يوم او 20 يوم. فانا بغض النظر لازم اول شيء ركز على يعني اختار التركيز المعين اللي ما بيضر بالاسنان، تمام، وادرس فاعليته. لذلك في انواع معينه موجوده بالاسواق موثوقه، هي ممكن يكون سعرها شوي يعني متوسط بس ما بتاثر على الاسنان لفتره طويله. هلا ممكن في انواع كمان ثانيه تجاريه بس ارخص ثمنا بس ممكن تسبب حساسيه بالاسنان. صحيح. تمام. فلازم نختار نوع الماده المبيضه بشكل دقيق وموثوق يعني ومجرب، ما ننسى تجاريا او للدعايات التجاريه. صحيح. تمام. يعني دكتوره يمكن حضرتك وقت يجي لعندك اي مريض وتشوفي طبيعه اسنانه فبيبين معك اذا اسنانه ضعيفه او اسنانه قويه. تمام. يعني ممكن حضرتكم انتم تنصحوا بنوع التوب. خلينا نحكي ايضا عن، يمكن نوهتي لشغله كثير ايضا ضروريه هي معالجه مشاكل الاسنان، بعدين احنا بنلجا للتجميل. احيانا كثير بيجي لعندك بهمهم بس الواجهه بغض النظر عن المشاكل الاخرى، يمكن بعدين بعد فتره يروح المفعول. في حكيتي حضرتك عن نوع ثالث اسمه لصاقات تبييض بتنشرها هي من الصيدليه. تمام. هي مؤقته، هل هي مؤقته، هل هي منيحه مثل ما بيقولوا؟ نحكي عنها. طبعا حتى اللصاقات في منها انواع تجاريه. هلا بالدرجه الاولى لازم نختار اللصاقه انه يكون التركيز فيها ما يكون كثير عالي للماده المبيضه. نعم. في انواع مواد مبيضه بتساوي تهتك باللثه او حروق بسيطه، ممكن تسبب حروق باللثه تسبب عند المريض بعدين حساسيه سنيه او الام، او حتى تاثر شوي على شكل اللثه بقع بيضاء، اللثه يكون لها اثر مديد انه تتراجع، يصير عندي تراجع لثوي. فأنا بختار اللصاقات إنه يكون نوع يعني باستشارة طبيب الأسنان، يفضل بالدرجة الأولى نستشير الطبيب حتى قبل ما نشتريها للمادة، أي أحسن لصاقة يكون هو شايف وضع الأسنان. كيف بيحطوها؟ هي بتيجي عبارة عن شرائط. نعم. بتنحط على الفك العلوي والسفلي لمدة ساعة. تمام. يعني الشريط هو ما بيكون بيتمادى مع كل الأسنان. وبعدها ما في أكل؟ هلا يفضل خلال بالشرائط يومين او ثلاثه نخفف من المشروبات، الشاي، القهوه اللي بتسبب التصبغ.
تمام. طب خلينا نحكي كمان شوي عن معاجين طبيب الأسنان، كمان هذا حل في ناس كتير تلجأ له، انه كمان سعره بيكون انه شوي ارخص، مع انه فيها لا ماركات يعني انه عم تطلع كل يوم شيء جديد، شيء بالفحم شيء بالهي. فخلينا نحكي كمان هل بيستفيدوا عليهم، كمان ممكن اذا استخدموه زياده عن اللزوم يصير في ضرر معين؟ تمام. هلا ظهرت هلا بالفتره الحديثه معجين اسنان حاوي على حبيبات الفحم النشط او بسموها حبيبات النيم، هي ممكن بتقيم طبقه التصبغات يعني، وبتقيم الطبقه الداكنه وطبقه البليك، بس ما بتعطي نتيجه تبييض مثل ما هي المفروضه يعني. يعني ما ممكن مثلا توحد لون الاسنان كلها من العنق للحد القاطع، ممكن تظهر الاسنان عندي بروح واحده يعني نفس اللون. هلا انا عندي مفهوم التبييض مو شرط انا احط على البياض الثلجي اكيد، بس ممكن انا اعمل تنظيف للاسنان وبعدها تبييض اني احصل على لون موحد للاسنان. صحيح. يعني متناسق بكل سطوح الاسنان. صحيح. يمكن ذكرتي نقطه كثير مهمه، واغلب هلا الصبايا وحتى الشباب بيجوا لعند دكتور اسنان بيقولوا نحن بدنا ابتسامه هوليووديه، يعني بده البياض الناصع يلي احيانا ما بيتلائم مع لون بشرته، احيانا بيكون ضارب على ذراء، يعني كثير عم نشوف هذا الموضوع. قد ايه مهم ايضا تكون الابتسامة لطيفة، قد ايه بتنصحي المرضى او اللي جايين يعملوا تجميل انه يخففوا من حدة هذا البياض؟ في عالم بيقول انا بدي اسناني ابيض شيء، ما في شيء اسمه ابيض شيء. قديش مهم ايضا نحن نعطي نصائح لكل اللي حابب يعني تكون ابتسامته كل شيء زاد عن حده يعني. ما صحيح. هلا ظهرت ابتسامة هوليوود لفترة معينة كانت عبارة عن موضة، بس موضة. اصطفاف أسنان بيضاء يعني، بيضاء هيك من دون ما أنا أركز على شكل الأسنان. صحيح. أو لونها. هلا هي عبارة مثل ما أنه موضة بتنتهي، أنا لازم بالوقت الحالي لما بدي أعمل سمايل ديزاين تصميم ابتسامة ركز على الشكل واللون بنفس الوقت، يعني نقي شكل للأسنان بيناسب شكل وجه المريض، طول الأسنان وعرضها بيناسب لون بشرة المريض، اللون بيلعب درجة أولى. أنا ما مثلا الابتسامة البيضاء الثلجية حطها على لون بشرة ما بيناسبها، فبالوقت الحالي اتجهنا أنه نختار الناتشورال سمايل، الألوان الهادئة واللي بتناسب لون وجه المريض. تمام. فهي ابتسامة هوليوود عبارة عن موضة وانتهي. صحيح. هلأ عم نركز على الشيء الطبيعي اللي بيناسب وجه المريض. نعم. يعني كمان يمكن ما كل الاسنان بيناسبه مثلا لا الفينير ولا اللومينير، وخاصه انه السن الطبيعي اذا كان حلو رح يخسره الشخص. صحيح. يعني بيخسره تماما، وكل يمكن فتره كم سنه بده يرجع يعيد مثل ما عرفنا. طيب خلينا نحكي كيف الواحد ممكن يحصل على نتيجه مضمونه بتبييض الاسنان، انت من خلال خبرتك. تمام. هلا نحن اول شيء بنشوف هذا السؤال اللي بتنسالي كل يوم. نحن بالدرجه الاولى بنشوف وضع الاسنان واصطفافها مثل ما حكينا، بنشوف اذا في عندي نخور، امراض لثويه، بنعالج كل هي المشاكل، بعدين بننتقل للمرحله الاخيره اللي هي اللون. نعم. فالحل الانسب انه انا ممكن اعمل جلسه تبييض ليزري. نعم. بالعياده الليزر بيفيد كل الاسنان؟ الليزري هو فعال بيبيض نسبه 40%. فهلا نحن يعني التكنيك اللي عم نمشي عليه بانه بنعمل جلسه تبييض ليزري، بعدين ننتقل للشكل المنزلي، بنعطي المريض قوالب وماده مبيضه بيطبقهم خلال بالمنزل لمده 14 يوم. فهذا التكنيك اللي هو عباره عن يعني 20 نعم. يوم من الليزري ومنزلي بيعطي نتيجه كافيه ممكن تضل لمده سنه. نعم. اذا المريض التزم بالتعليمات وحافظ على العنايه بصحه الفم، يعني التزم بالتفريش، خفف من شرب المشروبات اللي بتسبب تسبب الاسنان. نعم. خلينا ايضا نحكي على الانواع، في عالم تنصح بالفينير، في عالم تنصح باللومينير، واحيانا بالزيركون، وهذا ضيان اكثر وهذا اذا انكسر مشكله. فيعني دائما بيحتار الواحد وقت يجي يعمل مثلا اسنانه بيكونوا اسنانه هن يعني فيهم مشاكل، او حدا كبير بالعمر يعني صلح اسنانه هيك بده يعمل، شو بتنصحي يعني هيك شيء اقرب للطبيعي وكمان ضيان يعني انه تمام.
هلا بالدرجة الأولى كل حالة لها خصوصيتها، يعني نحن بنشخص بشكل جيد. مثلا في عندي أسنان أنا بالأصل متصبغة داكنة وكمان رايح جزء كبير من الأسنان، نحن بهالحالة بنختار تعويضات تركيبات الزيركون. نعم. ما فيني حط له شيء طبيعي وشفاف لأنه بيظهر المشكلة تحته. تمام. أما إذا كانت الأسنان في سن بارز أو متراجع، يعني بدي أعمل تعديلات بسيطة، بختار تركيبات الإيماكس الفينيرز القشرة بحطها يعني من تركيبات الإيماكس. أما إذا المريض مثلا ممكن عامل معالجات تقويمية وأسنانه مصطفة كشكل، يعني الشكل والاصطفاف حلو بس مشكلته باللون، ساعتها أنا بختار له التبييض. نعم. أكيد. طب خلينا نحكي هيك نصائح مهمة بتعطيها لكل العالم لسنانه لسه محافظين على أسنان حلوين، حتى ما يضطروا يعملوا أشياء كتير بهذا الزمان ويخسروا أسنانهم. تمام. بالدرجة الأولى منركز نحن إنه كل يعني كل مرحلة أو كل فترة لازم نعمل إجراءات التنظيف السكيلينج والبوليشينج، بإنه نزيل طبقة المراجعة دورية للطبيب، نزيل طبقة البليك ونحافظ على شكل الأسنان. نحن إذا كل فترة اهتمينا فيهم ما حنضطر بقى إنه نعمل يعني تبييض أو إجراءات شديدة للأسنان. فالعناية هي الأساس. تمام. فنحن بإجراءات التنظيف وال يعني التنظيف والتلميع فينا نحن بعدين بكفي التفريش نحسن. ولا لازم يعملوا تنظيف كل فترة على الأسنان عند دكتور؟ يفضل عند الطبيب، يعني كل 3 أو 4 شهور يفضل نحن نعمل التنظيف، يعني نزيل طبقة اللويحة والكلسل يمكن لإزالة التكلسات الموجودة. أيوة، طبقات الكلس اللي بتتراكم. تماما. خلينا أيضا دكتورة نحكي عن المدة الزمنية للتبييض. يعني مثلا حضرتك بتنصحي التبييض المنزلي انه استخدموه لعشرة ايام، في عالم لا الله ما في غير بتجيبه وبتبلش بتبيض على مزاجها، وايضا التبييض الليزري ما بيتركوا وقت فراغ بينه وبين المده الزمنيه، يعني مثل انه انت بتنصحي كل 3 شهور تعوا لعندي بتلاقي انه لا كل شهر بدنا نرجع نبيض. قد ايه مهم الالتزام بالمده الزمنيه لحمايه طبقه المينا اللي هي كثير عالم ما بتخسرها. صحيح. هلا يفضل بالتبييض الليزري انه هو كل 6 شهور فقط، يعني كل 6 شهور كافي، ما بيصير انا اعرض الاسنان لمواد التبييض والضوء الليزر يعني بفتره اقل من 6 اشهر. اما التبييض المنزلي اذا كان ساويناه نحن بخلال شهرين وضلينا حصلنا على نتيجه منيحه لبعد سنه لحتى ننتقل للتبييض المنزلي. نعم. طبعا ما يفضل كثير اجراءات التبييض، مثل ما حكيتي ممكن نخسر طبقه المينا وهي طبقه لا تعوض بالاسنان. صحيح. نعم. يعني هيك كمان خلينا نحكي عن أهم الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيها بالعناية بالأسنان من خلال كمان هيك اختلاطك مع بعض المرضى. تمام. هلا من بعض الأخطاء الشائعة إنه نحن عنا التفريش القاسي للأسنان، يعني أنا بفرشي بطريقة رادة بقوة زائدة بتسبب إنه تراجع للثة. نعم. كتير هون أنا بضرب اللثة، كمان اللثة إذا تراجعت ما بتنمو من أول وجديد، يعني خسارة اللثة هي خسارة دائمة. فركز على طريقة التفريش الصحيحة واستخدام المعاجين، مثلا إذا الأسنان حساسة نستخدم معجون حاوي على الفلورايد، ما نستخدم أي معجون، يعني كل حالة إلى خصوصيتها. تمام. استخدام الخيوط السنية إذا مو يوميا يوم أي يوم لا بين الأسنان، تنظيف المسافات بين السنية. نعم. هاي الإجراءات كافية يعني كعناية يومية بالمنزل. تمام. يعني نحن بس بدنا نشكرك، ولكن بدنا نصيحة هيك لكل اللي هلأ عم بيتابعنا، نصيحة منك كطبيبة أسنان وتجميلي حسن، كله هلأ تعرف صيحات الموضة كترانة وكله بيلجأ للتجميل. تفضل. نصيحة عامة انه ما نحن مثلا بخصوص التبييض ما نقوم نلحق الاشكال التجارية او الدعايات، لا نستشير الطبيب انه شو كل حالة الى خصوصيتها، نستشير الطبيب بالنسبة لنوع التبييض اللي لازم يتبعه، المعجون انتهاء بالمعجون. فيعني بالدرجة الاولى نحن لازم استشارة الطبيب بشكل اساسي. نعم. ما نستخدم من عنا، ما نستخدم اي شيء. تمام. نحن بنتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله الكل يكون استفاد منها كمان. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لك. اما هلا سالي بدنا ننتقل لموجز اهم الانباء على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا هديل العلي. سعد صباحك هديل. صباح الخير زينب وسالي، صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. موجز لاخر واهم الانباء بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالا جويا في بلدة شحال بريف دير الزور الشرقي، واختطفت 3 أشخاص من أسرة واحدة بالتعاون مع ميليشيا قسد العاملة تحت أمرتها. بدورها اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية بالمدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 31 حالة ووفاة حالتين. وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن عدد الإصابات بكورونا في سوريا ارتفع إلى 5408 حالات، وعدد حالات الشفاء 1753، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 259. أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري أن التدريبات التي أجرتها القوة البرية نجحت في تحقيق أهدافها وأوجدت تحولات عميقة في هيكلية وحداتها وتحولت إلى قوة هجومية متحركة وردا سريع. ونقلت وكالة أنباء فارس عن حيدري قوله في تصريح على هامش تنفيذ تدريبات عشاق الولاية 29 في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد أن تنفيذ هذه المناورات وفر الفرصة في ضوء المؤشرات التي أخذت بعين الاعتبار لإجراء تقييم جديد للقدرات والجهوزية القتالية للقوة البرية على أساس الهيكلية الجديدة. وأخيرا تعهدت أرمينيا وأذربيجان مجددا بالالتزام بوقف إنساني لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في إقليم قرباغ. وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان أن وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية سيبدأ اعتبارا من صباح الاثنين في إقليم قرباغ. الموجز انتهى، عودة إليك زينب. شكرا لك يا هديل. أكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقراتنا الصباحية والعمل التطوعي وآخر النشاطات. صحيح زينب، مثل ما ذكرتي العمل التطوعي والإنساني وآخر النشاطات اللي عم نشهدها بالفترة الحالية، وأنشطة جمعية ساعد ومساهمتها في الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لنتعرف بشكل موسع على نشاطات هذه الجمعية ضمن صباحنا لليوم. معنا الأستاذ عصام حبار رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ عصام. يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذ عصام. يعني كثير شهدنا آخر فترة كثير من الأحداث المؤسفة اللي صارت بعدد من الأراضي الزراعية بالساحل السوري. اليوم دوركم كجمعية بالاستجابة للحملة الطارئة اللي أطلقتها للاستجابة الوطنية اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلينا نركز عليه لنفوت بالتفاصيل بعدين. تماما. اليوم جمعية ساعد هي جزء من 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 خلينا نقول كينونة كبيرة اللي هي جمعيات الأهلية الموجودة بمدينة دمشق ضمن الاستجابة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمتضرر الحرائق اللي صارت الفترة الأخيرة. فعلا قدرت هالجمعيات يعني تطلق 4 قوافل وبعد بكرة القافلة الخامسة. حلو. لأهلنا المتضررين. طبعا نحن عم نحمل سلال محبة، ما عم نحمل سلال إغاثي، أكيد هذا الكلام مرفوض. حلو. نحن معنا سلال محبة، معنا أخوة، نحن عايشين ببيت واحد ولكن كل واحد فينا اليوم بغرفة. صار في ضرر بمكان، عم نحاول نعوض، عم نحاول نكون موجودين. اجمل شيء عم يصير معنا فعلا اليوم وجود المتطوعين معنا. نحن يعني بكل قافله عم يطلع معنا بين 25 ل 50 متطوع عم يساعدوا بتجهيز السلال، عم يساعدوا بالتوزيع، عم يلتقوا مع الاهالي، وهذا كان جزء هو المحبب لنا. يعني اليوم لما عم نمرق بضيع مثلا حدا عنده بعد بقيان عنده 3-4 شجرات نعم. رمان، شباب اطفوا خذوا معكم على الشام، اللي عنده كم تينة اطفوا خذوا معكم. هي الروح الجميلة فعلا اللي احنا اليوم بحاجة انه نلمسها مع بعض، تحس انه ما لنا غربة، ما في شيء بيبعد عنا.
وننطلق من الحالة السلبية للحالة الإيجابية. صحيح. لنقول اليوم شبابنا جاهزين بأي مكان بينطلب منه أن يكونوا حيكونوا موجودين. جمعياتنا جاهزة للدعم. أفكار موجودة اليوم، كمان في أفكار جديدة بلشت تطلع، كمان ننقلب الحالة السلبية لحالة إيجابية ونقدر نطلع من خلالها بمشاريع او بمبادرات تساعد الاهالي اللي تضرروا من هالحاله. نعم حلو. يمكن استاذ عصام حكيت كلمه كثير حلوه ودائما نحن متعودين عليها، انه هي سله محبه، ما هي سله استغاثه. نحن دائما متعودين بخلال الازمات اللي نحن مرقنا فيها، كان مو اول ازمه بنمرق فيها، ولكن ازمات متتاليه عبر حرب شرسه. صحيح. على سوريا كانت وعلى جميع المحافظات السوريه، انه نحن نغيث اغاثه الملهوف، ونحن من طبع السوري هذا الشيء، كيف اذا كان في ازمه. شبابنا يمكن اليوم كان في حماس أكبر، ويمكن اندفاع كتير كبير، بس شفنا غاباتنا وعم تحترق والمواسم كيف راحت، كيف همت الشباب وسافرت من هون دغري طلعت. صحيح. للمساعدة. خلينا نحكي كيف كان الحماس. دائما الرسم البسمة ما هو شيء سهل، أكيد ولو بشي بسيط حسينا أنه في عالم ابتسمت رجعت من جديد. نحن فعلا بيوم ما صارت بلشت الحرائق تم الاجتماع فورا مع عدة جمعيات لنطلق الاستجابة ونقدمها لوزارة الشؤون ونبلش نشتغل عليها. الحماس المتطوعين اللي حملوا شنتيون فعلا واجوا على المراكز تبعنا، انه خال احنا جاهزين هلا، امنوا لنا باصات لنطلع نساعد الاهالي. حلو. وفعلا كنا ناويين نطلع، يعني صدقا انه احنا بلشنا نجهز حالنا لنطلع لنكون موجودين معهم ونساعد بهذا الموضوع، ولكن عم تجينا اخبار انه في سيطرة باماكن. الحمد لله الامور بخير، العالم بخير. هلا خلينا نقول في صورة لسه ما بنعرفها، يعني في صورة ما عرفها غير اللي راح على هالأماكن واجتمع مع الأهالي. صحيح. يعني مثال خليني أقوله كتير مهم، إنه أنا قاعد مع مجموعة من العالم فعمل لهم الله يكون معكم، يعني شيء خطير وكبير اللي صار معكم. فبيطلع هيك رجال كبير بيقول لي مين قال لك الله ما كان معنا؟ الله كان معنا بكل لحظة. صحيح. شايف هاي الست الكبيرة، هاي الست معها ولدين كانت قاعدين ببيتهم والنار محاصرتهم، ونحن عم نحاول نطفي النار بلحظه شلون طفت النار ما حدا بيعرف. صحيح. فالله كان معنا. هي الست الكبيره اللي عندها اولاد، عندها 4 بقرات عايشين من وراهم، فاتت النار من باب الزريبه وطلعت من الباب الثاني، ما قربت على البقرات الموجودين. اللي الله كان معنا والله بيحبنا، ولانه الله بيحبنا بعدكم لعنا. يعني هي القفله اللي قفل فيها فعلا كانت كثير جميله. هن اللي بيعطونا امل انه صرنا عنده، انه ما تاكلوا هم، الحمد لله احنا بخير، والحمد لله اليوم بيوتهم ما تضررت. يعني هي كانت اهم شغله فرحنا فيها، انه البيوت ما تضررت، ضرر الشجر نقدر ان شاء الله باذن الله بهمه الشباب بهمه العالم تساعد لرجع الشجر. نحمد الله انه ما عندنا اصابات، ما عندنا شهداء راحت في الحاله هي، يمكن كان في شيء هيدين فقط، ولكن الحمد لله ما في اضرار بشريه كبيره. بنقول الله بيعوض كل شيء، وان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض بنعوض كل شيء. اكيد يعني اهل جبال العز بيلبقلهم العز دائما بنقلهم هيك. والحلاوه انه كل السوريين بلحظه الحرائق يعني كانوا عم يتسابقوا ليروحوا يساعدوا اهاليهم بالساحل حتى يطفوا الحرائق. كمان في يوم الاربعاء قافله من جولان المحتل، هي مفاجاه لطرطوس. يعني قد ايه حلو هذا، يعني انا نمل جسمي هلا. هي القافله الثانيه لطرطوس. حلو كثير. ولكن هي القافله الثانيه المفاجاه اللي فيها، حكيتي كلمة من شوي إنه كل السوريين، هي القافلة حيكون فيها سلال محبة من أهلنا بالجولان المحتل. لأهل أهلنا بالجولان المحتل اليوم تواصلوا معنا عن طريق شباب موجودين بالسويدة، عم نجهز سلال لتطلع باسمهم لأهلنا المتضررين بالأماكن الحرائق. هذا الشيء الحلو. من الجولان لطرطوس راح تروح السلال المحبة لعندهم. فعلا نحن اليوم نحن بحاجه لنقعد مع بعض نحكي مع بعض اكثر. لهيك هي الحمله رح تكون مغايره لكل الحملات. هي الحمله رح يكون فيها مخيم 3 ايام ليجتمعوا متطوعين دمشق مع متطوعين السويداء مع متطوعين طرطوس. نعم. ليخلقوا حاله تفاعليه كامله بمنطقه تعرضت للضرر، اللي هي رح نكون بألتون الجرد، بمنطقه ألتون الجرد رح نعمل مخيم. هذا المخيم رح يكون مخيم تفاعلي لنقدر نصل فعلا مع بعض لنتيجه، نصل لهدف، نفكر شو منساوي، شلون بدنا نساعد بعض اكثر. والاهم انه نركز على نقطه بكره شو بدنا نعمل، مشان لا سمح الله ما نرجع نوقع بنفس الغلطه. شو نقدر نساوي؟ حيكون في مهندسين زراعيين معنا، ناخذ منهم خبره شو بدنا نزرع، شو بدنا نحط لنحمي
ما بدنا نقول ما تبقى، لا، ما نحمي كل شيء راح وان شاء الله بده يرجع اذا الله. اكيد. كان استاذ عصام بعد سنوات من العمل التطوعي صار في مسؤوليه كثير كبيره على عاتقكم، يمكن دائما الانسان ببلش مسؤوليته ضمن اطار معين. صحيح. ولكن كل ما مرينا بسنين عم تكبر وتكبر وتكبر. صحيح. حجم هيدا المسؤوليه قديش زاد وقديش لازم ايضا نعطي شبابنا هذا الحس يلي هو موجود اصلا ولكن بطريقه جديه. اليوم المسؤوليه كبيره، هلا هي بلشت حتى كبيره ولكن مثل ما بيقولوا صارت ظاهره اكثر. صحيح. اليوم بلشت العالم تعرفنا اكثر. صحيح. هذا عم يتطلب منا فعلا نتواجد باكثر من محافظه، نتواجد باكثر من مكان. اليوم ساعد مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هي خامس استجابه هي بتستلمها وهي بتساعد فيها وهي بتطلع. نعم. فيها مع متطوعين. الاجمل شغله بالعمل الاهلي هو اليوم فعلا التكاتف، يعني اليوم جمعياتنا بيكون في لها دعم كثير كبير. مثلا في منطقه بدها حرامات، انا ماني موجود عندي حرامات، فعم دق لجمعيه اخرى بعرف انه في عندها، بدي حرامات، تكرم عينك كم حرام لازمكم كذا، بدي فرشات، بدي رز، بدي سمنه. هذا التكاتف بين الجمعيات هو بيني وبينك هو الاهم بالعمل الاهلي. صحيح. يعني اليوم من الخطا انه اليوم اقول انا الاقوى، انا الاحسن، انا الاجمل، انا لا، انا بدون الغير ما بسويش لا شيء. صح. فاذا ما كلنا فعلا متحدين مع بعض، ما كلنا متفاهمين مع بعض، ما بنقدر نوصل لنتيجه صح، ما بنقدر نوصل للنجاح اللي احنا اليوم عم نوصل له. فعلا اليوم استجابه متضرري الحرائق كانت من اجمل الاستجابات اللي اشتغلنا فيها احنا كساعد بالتعاون مع كل جمعيات دمشق. إذا بقرا الهاشتاجات اللي عندنا فعلا رقم مخيف، رقم جميل، نار على الفيسبوك، رقم رائع يعني. صحيح. هذا التجمع كل الاحترام لكل الجمعيات، كل الاحترام لكل المؤسسات، كل الاحترام للسيدة الوزيرة اليوم اللي فعلا معنا لحظة بلحظة يعني. حلو. الجميل انه نحن. نعم. مثلا كل ساعة كل ساعة ونص رسالة، طمنوني وين صرتوا، طمنوني شو صار معكم، طمنوني شو. هي المتابعة من الوزارة، تشتغلوا أكيد أكثر. من الوزارة، من الجمعيات، الحمد لله برجع بقول اليوم أثبتنا فعلا أنه نحن اليوم مع بعض أنجح. ما فينا نكون لحالنا، لازم نكون مع بعض أكيد أكيد. ويمكن هي التشاركية الإنسانية مثل هاشتاك سوريين اللي طلع، يعني يمكن لأنه جمعتكم الصبغة الإنسانية. دائما الساحل السوري هو السلة الغذائية لكل سوريا. صحيح. مثل ما بنعرف إن كان من حمص، حما، طرطوس، اللاذقية، القرداحة كمان. فيمكن هذا الشيء اللي وجع قلب السوريين إنه أراضيهم وبيعرفوا قد الفلاح عم يتعب، قد عم يزرع بالسنوات الكتيرة من أجداده حتى هاد كنزه. فاليوم يمكن هي الشيء اللي انتم حسيتوا تراث ضاع منا، فهبيتوا كلكم كمان. أكيد أكيد. حتى تكونوا عم تساعدوا. واثقين كنا بكل الثقه انه هي الزيتونه اللي عمرها 50 و60 سنه، انحنى ظهر جد واب لحتى قدرت هالزيتونه تصل للعمر هذا وتقدر تعطينا الانتاج هذا. بس الحلو يمكن استاذ عصام انه كمان يمكن الزيتون ما بيعرف شجر الزيتون لو انحرق من فوق الجذور ممكن انه مثلا تتجذب. صحيح. او تطلع مرة ثانية. مع كثير من المهندسين زراعيين طمنونا انه ما تاكلوها ان شاء الله بترجع. هلا شوفي الاساس موجود. صحيح. فما عندنا مشكله ان شاء الله، بنرجع بنحط فوق الاساس. اجدادنا عمروا، اجدادنا حفروا الصخر لعملوا ارض فيها تراب ينزرع فيها. صحيح. اسسوا لنا شيء كثير مهم، راحت الشجره بنزرع غيرها، يمكن نزرع عواض الواحد اليوم تنتين وثلاثه واربعه، المهم الحمد لله البشر بخير وهذا اللي احنا اليوم هدفنا. كله بيرجع. طول ما البشر بخير امورنا بخير ونحن بنرجع ان شاء الله. اكيد. نعم، يعني يمكن حكينا كلمة بتعطي أمل إنه التربة موجودة وأكيد نحن رح نزرعها أكيد من جديد. جذور يلي بأرضنا ما رح تموت، لو بدها تموت كانت من زمان، ولكن لا، جذورنا باقية وتتمدد أكيد. فيني أقول جملة كثير مهمة صديقتي، اليوم بتصير كوارث بكل دول العالم للأسف. صحيح. يعني صحيح. وسوريا بتكون من أول الدول المساعدة بهي الكوارث، بتلاقي أحيانا تطلع طيارة وطيارتين 100%. 10 سنين ما بدي اقول اشتهينا، لا، انه يعني اشتهينا حدا يساعدنا، لا، ما بدنا حدا يساعدنا، ولكن من الجميل اليوم انه تلاقي شخص او تلاقي دولة او تلاقي مجتمع او تلاقي شعب على الاقل ينظر لك نظرة تعب لإلك بانه انت في عندك شيء عم يصير. 10 سنين احنا عم نحمل بعض، 10 سنين احنا عم نساعد بعض. صد. 10 سنين ما لنا بحاجة بعض، وبنقول للكل حتى لو ما قدم لنا كتر خيركم، نحن قد حالنا ونحن ان شاء الله مكملين ولسه ما شفتوا شيء.
باذن الله رح نصير ونصير ونصير. صحيح اكيد، ويمكن لانه نحن مثل الجبل يعني دائما قويين، ما شيء بيكسرنا، سوريين معروفين بكل أصل العالم اصل الارض نحن تماما، فيمكن لهيك نحن ما كثير بنعول على حدا، بنعول على حالنا حتى نقدر نساعد بعضه. هي الطيبه الموجوده بكل الشرائح وبكل المحافظات، عندهم طيبه فظيعه وهمه وكفونه مثل ما بيقولوا بالعاميه. حاولوا يلعبوا علينا مطلع بيدهم ما بيطلع لهم ولا رح يطلع. المشاريع القادمه هيك بالختام تحكي لنا عنها. هلا اليوم نحن فعلا في مشاريع كانت 2020 ما قدرنا يمكن نشتغل منها جزء لانه للاسف اجت كورونا واجت حرائق ووافا. نحن عم نحاول نكون بالحالات الإسعافية ماشيين بشكل كامل، ولكن في مشروع عم نشتغل عليه نحن بدون ما حدا ينتبه له. نعم رح يكون نعم. ظاهر إن شاء الله قريبا. نحن عنا إعادة تأهيل الحدائق بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق. حلو. اليوم نحن الحدائق الموجودة بين البنايات اللي نعم. للأسف في عالم بلشت تستعملها كمكب نفايات عم نحاول ننظفها، نرجع نأهلها للأطفال ونزرعوها ونزرعها طبعا. هلأ إن شاء الله خلال 15 يوم في عنا حديقة رح تكون جاهزة ورح نورجيهم العالم شلون كانت الحديقة وشلون صارت ونتابع على الأساس. هلأ أكيد مكملين بجهودكم، بجهود شبابنا يلي نحن منعول عليهم، ومثل ما قالت زينب نحن دائما ننطلق من ذاتنا وما بدنا حدا، نحن بس بدنا هيدا الإرادة الموجودة والهمة القوية. أكيد رح نرجع أقوى، دائما عنا الأمل هو مفتاحنا. بيقولولنا كتير زينب إنه لسه متأملين. إيه لسه متأملين، ما نحن ما منعيش لولا الأمل أو لولا صحة الأمل. نتشكر وجودك معنا أستاذ عصام، نتشكر الجهود المبذولة، وأيضا نتشكر زنود شبابنا اللي عم تشتغل. خلينا نقول الله يحميهم ويحمي جيشنا ويحمي كل حدا بيساهم أكيد ببناء وطن. يا رب يحمي الكل، يحمي الجميع، يحميكم أنتم كمان المتابعين لعملنا بكل لحظة. هذا كمان فخر لنا اليوم، هي التشاركية اللي غير مدروسة ولكن عم تعطي حقها إن كان للجمعيات وإن كان للعالم. شكراً لكم. نحن بدنا نوجه التحية لكم لكل الشباب اللي معك، بعرف كمية الجهد والحماس والإرادة والمشاعر كمان اللي أنتوا هيك بينات بعضكم، وإن شاء الله هيك يوم الأربعاء بيكون فعلاً مخيم. يلا الحقونا لهنيك شوفوا. والله يا ريت يا ريت، هي بنقول له للمعد رامي يعني بلكي بنروح نعمل حلقة هونيك. شكراً لوجودك وتحية لكم كبيرة. شكراً لكم. شكراً. شكرا. هلأ زينب مع فقراتنا بصباحنا لليوم وصلنا لختام كده حلقتنا معكم مشاهدينا، ان شاء الله تكون قدرنا نوصلكم الرساله ونكون نوصلكم المعلومات المفيده لكم. بنتمنى لكم بقيه نهار صحي فيه تعب ولكن فيه أمل وحب وطاقة. إلى اللقاء، يعطيك العافية زينب. يعطيك العافية سالي. أكيد نور النهار بيحمل كل الفرج والصبر وهيك طاقة إيجابية، خليكم مع ناس إيجابيين ما تسمعوا أبدا للسلبيين، ونحن محكومون بالأمل دائما مثل ما بنقول لكم. إن شاء الله النهار بيحملكم كل الصحة والخير وتبقوا بخير. وباي باي باي.